جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. تقول في سؤال آخر: هل تجب التسمية عند البدء في الوضوء؟ وإذا نسي الإنسان فلم يذكر التسمية إلا بعد الانتهاء من وضوئه فهل يعيده؟ نعم، التسمية تجب في بداية الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فيسمي بداية الوضوء، وإذا نسيها فلا إثم عليه لقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، فتسقط بالنسيان. وضوءه يكون صحيحا إن شاء الله. نعم.